فريق تشيلسي يوجه صدمة العمر إلى نجمه المغربي حكيم زياش وهذه التفاصيل، ولكن الأسد الأطلسي النجم المغربي يرد سريعا. فما هي التفاصيل وما هي الأمور؟ سنتعرف عليها من خلال هذه الحلقة، ولكن كالمعتاد في البدايات أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا إلى التفاصيل. أولا، عروض كثيرة جدا 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 من عمالقة أوروبا ترغب بقوة في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، لعل أبرزها كبار إيطاليا، روما، وكذلك ميلان، وكبار أسبانيا أتلتيكو مدريد وبرشلونة. والجدير بالذكر والصدمة الكبرى التي وجهها فريق تشيلسي إلى نجمه المغربي حكيم زياش أن تشيلسي لا يمانع تماما 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 في رحيل حكيم زياش خلال الميركاتو الحالي، رغم أن زياش هو النجم الأول للفريق خلال المباريات الماضية. وهنا تعلم العنصرية يا سادة يا كرام بلا أي شك وبلا أي نقاش. الساحر المغربي يرد سريعا، حيث أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن زياش أيضا يرغب بقوة في الرحيل عن تشيلسي، ويرغب في الرحيل عن ظلم وعناد مدربه الحالي جراهيم بوتر. في نهاية الأمر، كل التوفيق لساحر المغرب.